بأولى الحالات. يلا بينا احمد. ماشي، هي الحالات ده تشكيل سيمبا، هما بيلعبوا ب 4 2 3 1 طبعا، يعني الخطوره كلها عند سعيدي رقم 10، لعيب مهم مميز جدا، واحيانا بيتحول للاعب مهاجم تاني، وطبعا بشوف ان كيبو الجناح اللي هو رقم 38 ده افضل لاعب موجود في سيمبا التنزاني، لعيب مراوغ ومهاري كتير جدا، احيانا بيبقى بيعمل روتيشن هو وسعيدي، بيبقى من الشمال لليمين، تلاقيه مره ناحيه اليمين، وفي بعض الحالات هنشوف ان يعني هنا بنتكلم على اهميه دور او الادوار الدفاعيه لهاني وعلي معلول جدا جدا جدا، لان كيبو ده لعيب مهاري ومزعج، وانا جايب بعض الحالات في نقط القوه في فريق سيمبا، هنشوف ان كيبو ده احيانا بيعمل روتيشن مع سعيدي، وبيبقى فيه لا مركزيه، هما بنفس فكره سان داونز، فكره ان هما المثلث او الرباعي اللي بيلعب في خط الهجوم مفيش تقايد بمركز واحد، فتلاقي احيانا سعيدي بيروح شمال و في كلاتس 17 ده شادو سترايك، شادو سترايك وبوكو جناح شمال، وبوكو ده المهاجم، مهاجم خطير جدا جدا، ويعني بيجيب من انصاف الفرص، مهاجم مميز وبيجيب من انصاف الفرص، ويعني بعض الحالات هنجيبها، حط عين عليه يعني، طبعا نبص عليه، بس احنا عندنا عبد المنعم يعني، لا طبعا انا حقيقه كمان لعيبه الاهلي اللي شاركت مع منتخب مصر اعتقد ان هم استفادوا بشكل كبير جدا من الماتش بتاع الجزائر بالذات جدا، يعني الشناوي الحقيقه طمنا جدا، هو الشناوي السنه دي ما شاء الله مركز جدا جدا وفورم عاليه، منعم نفس الحكايه، فاعتقد انه يعني لعيبه الاهلي استفادت من تجربه الملفت مصر طبعا ان مكسوني مش بيبدا اساسي، ده برضو انا بعض الحالات هنجيبها، حتى انا النهارده مع بلال هتشوف ان مكسوني اصلا بيبقى بديل، يعني يعني ده يعني هنشوف بقى اذا كان عدم الجاهزيه او اللي هو لسه فيه افضل منه، لكن انت لو بصيت للجزء الهجومي او الخط الهجومي في فريق سيمبا مخيف، يعني هو عندهم حلول، وكمان اللامركزيه بتاعتهم مهمه جدا، فممكن نكمل الحلقه اللي بعدها بقى نشوف بقى نقط الضعف بتاع فريق سيمبا. طبعا الفرق اللي هي زي سيمبا وزي سان داونز دايما بيخترقوا من العمق، ودايما بيعتمدوا على طريقه جوارديولا اللي هم بيخلوا دايما الاطراف بيدخلوا لقلب الملعب، فبيبقى في مساحات دايما خلف الاظهره، فده الظهير الايمن، بص المساحه اللي معموله هيتعمل الباص، سيمبا لابس هو اللي لابس احمر، ده في حاله سيمبا في حاله دفاع، هنا حاله دفاع، الباص هيتعمل هنا ما بين بص ثرو باس بين قلب الدفاع، بين قلب الدفاع، وده هيتكرر كتير جدا، فده نقطه ضعف واضحه جدا ان هم ما بيهتموش في الجانب الدفاعي. تمام، هنكمل حل بعدها. بص وصل فين، يعني اللاعب هنا او المهاجم بتاع فريق المنافس قدام سيمبا التنزاني كان قدامه كذا حل، ممكن يشوط في الجول، هو هيعدي، وهنكمل حل بعدها، يعني الباص ده هيفكرنا بهدف بيرستاو لسه جايبه. لا والله انا يعني الكره دي او اللوكيشن ده جوه الملعب فكرني بكره مرموش بتاعت ماتش الجزائر، برضه فعلا حطها الكره دي صعبة. يعني بنسبه كبيره برضه بتبقى لو انت لاعب بتلعب برجليك اليمين صعب تحطها بالشمال، يعني فيها نسبه يعني صعوبة. ممكن استلم وقته بالظبط، يعني الباك اللي بيجري ورايا ده اكيد واخد سبرنت بالزبط. عالمي عشان يلحقني، فيتوقع ان دفاعه ده ممكن سهل جدا بالتليفون كده اطلعه بره الملعب جدا واخلص، وعشان كده مرموش ما فيش حاله تحطها مره واحده، كان ممكن لازم كان يعدل الكره على يمينه ويحطها ببطن رجله في البعيد. هو بص هي كان فيها ليها حلول كتير جدا ما عدا الحل للجأ ليه مرموش، كان فيها استعجال، يعني كان ممكن تتحط تشيب حتى برجله الشمال جدا يقطم لجوه ويحطها باليمين، يعني كان ليها يزقها سنه صغيره ويخلص بالشمال، يعني كان ليها حلول كتير قوي، بس كانت عايزه حسين الشحات، كانت عايزه حسين الشحات حقيقي والله، مش عشان حاجه، حسين الشحات في الحته دي مميز جدا وعبد القادر صح، الباص اتعمل طبعا بيفكرك بقى ببيرستاو لما يعني جه في ماتش الاسماعيلي الكره اتعرضت من كل، بص المساحات ده، بص هنا كام لاعب في سيمبا التنزاني التمركز بتاعه غلط جدا، كام لاعب في زياده في فريق سيمبا، لكن اعتقد ما فيش حد ماسك حد في من الفريق المنافس خالص، فبص الباص هيتعمل هنا طبعا اللاعب هيحطها، يعني طبعا هي هتيجي جنب العارضه تدخل جول، نفس الموضوع برده، بص المساحات يا احمد انا جبت لك، بص في الاسهم المساحات اللي ورا الباكات باك الشمال الباص هيتعمل، احنا برضو هنا نص ملعب سيمبا هو اللي على الشمال، هو اللي يعني على الشمال. جول سيمبا ناحيه السهم كده بالظبط، فبص الباص طبعا اتلعب للفيرود، بص هنا كمان ان يبين ان الخط الظهر بتاع فريق سيمبا ضعيف جدا 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 جدا، بغض النظر طبعا عن المساحات الكبيره اللي ورا الاظهره، خط الظهر ضعيف قوي، ده هيبين بص هو خد بالك، هو اي فريق بيلعب كره هجوميه مش عارف برضو اسمع راي بلال، اي فريق شخصيته انه يهاجم طبيعي جدا يبقى عنده
ثغرات دفاعيه كتير جدا. وانا بيتهيألي دي حاجه من الحاجات اللي هيشتغل عليها مستر كولر، الفرقه دي في ملعبها وسط جمهورها حتى وهي بتقابل النادي الاهلي هتبقى عندها رغبه في تحقيق ماكس. وواضح كده ان في حاله شحن كبيره جدا، لعيبه بتتشحن بقى لها اسبوع 10 ايام في المباراه دي، انه احنا عايزينكم تكسروا الدنيا. فانا متوقع ان اللعيبه دي من اول ما الحكم يصفر هتندفع للهجوم. ازاي مستر كولر يمتص ده ويستغل الاندفاع ده؟ بيتهيألي دي نقطه في منتهى الاهميه. يعني دي مرتبطه برضو اعتقد بالتشكيل وعناصر السرعه ونقل الهجمه طبعا اللي ممكن تعمل الفرق مع النادي الاهلي. يعني يمكن يا احمد ابرز الفرق اللي بتقدم كره هجوميه بحته زي ما بنقول يعني صن داونز، ومع ذلك بتجد ان حتى لما جينا استعرضنا مسيره صن داونز الموسم الماضي وجدنا ان الهلال السوداني عمل مباراه كبيره جدا على صن داونز في جنوب افريقيا. النادي الاهلي رغم الخساره بالمناسبه النادي الاهلي كان ليه عرضتين وكان ليه اكتر من 3 أو 4 فرص مزبوط. محققه في جنوب افريقيا مزبوط. فالفرق اللي بتلعب كره هجوميه وحتى هنا الماتش اللي بعدنا بالظبط احنا قطعنا ركله جزاء وضيعنا اكتر من فرصه كان ممكن جدا تكسب بمنتهى السهوله بالظبط. ودي بقى دي حاله التوازن، ده بقى الفرق الكبيره اللي ازاي تقدر زي ريال مدريد في اوروبا زي النادي الاهلي في افريقيا. الفرقتين دول لما تبص عليهم يا احمد وتبص على تبص عليهم تاريخيا بيبقوا عارفين في اللقاءات الكبيره واللقاءات الحاسمه ازاي يقدر ياخد من المباراه اللي هو عايزه. يعني مانشستر سيتي جه في وقت من الاوقات جوارديولا قعد استمر 3 سنين تقريبا بيلعب كره هجوميه فقط بدون حسابات تحمي نتيجة الأداء. يعني أنا ممكن أعمل أداء كبير بس ما أقدرش أحمي الأداء أو ما أقدرش أحمي النتيجة بالأداء بتاعي. مزبوط. فسين بقى أحد الفرق اللي بتقدم كرة هجومية زي ما أنت قلت ولكن الحفاظ بقى على النتيجة أو أن أنت تحقق نتيجة مع فريق زي النادي الأهلي ومع مدرب زي كولر أنا أعتقد الموضوع هيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا. سين بقى الفوز يمكن افتكر المباراه اللي فاز فيها على النادي الاهلي اخر مباراه فاز فيها بهدف ميكيسوني كانت من تصويبه من مهاره فرديه للاعب، ورغم ان النادي الاهلي وقتها كان بيلعب بثلاث ديفندرات لو نفتكر موسيماني كان في وقت من الاوقات كان بيصر انه يلعب بثلاث ديفندرات تقريبا برضو شبه بعض زي ما بيعمل فيتوريا في وقت من الاوقات، ورغم ذلك النادي الاهلي في المباراه دي لم يتعرض مرماه لخطوره كبيره. انا اعتقد ان مع مارسيل كولر لا هيدرس كويس قوي سيمبا زي ما انت بتقول وزي ما احمد شرح الحالات. لا سيمبا عندهم في الحالات الهجوميه دايما مساحات كبيره جدا، عندهم تمركز خاطئ في الوقف والتحرك مع اللعيبه. لا واضح انه من الحالات اللي جابها مصطفى التنظيم الدفاعي عندهم سيء جدا يعني في حالات تانية مرتبطه بنقاط الضعف يا احمد ولا نروح لنقاط القوه في سيمبا؟ يعني ممكن ندخل على نقاط القوه مفيش مشكله. طب لا لو هنروح نقاط القوه يبقى نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل الناحيه الهجوميه لسيمبا مصادر الخطوره اللي يمكن احمد حددها في عناصر